السلام عليكم. مدني يحمل كاميرا يوثق بها معاناة المدنيين في تعز جراء الحصار الظالم الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة، يوثق بها تفاصيل الحرب أيضا، لكن التوثيق في نظر القناص جريمة يجب ألا تحدث، والكاميرا هي سلاح المعركة الذي يجب أن يسقط أولا، ولذلك تختار الرصاصة الأولى دوما رأس المصور. وأصابت الرصاصة رأسه، لكنه عاش ليروي لنا قصته وموقفه. نتابع قصة المصور الميداني فواز الوافي ثم نعود. فواز الوافي من سكان مدينة تعز، أعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وناشط إعلامي. أصبت بطلقة قناص في يوم 6/7/2017، تحديدا بشهر رمضان 13/14 رمضان الساعة 4 عصرا، عندما كنا نقوم بتوثيق جرائم الميليشيات، وعندما كنا نقوم بتوثيق تقدم المقاومة الشعبية باتجاه جولة القصر والمنطقة الغربية. الحمد لله كانت إصابة، برغم الإصابة وهول الفقيعة التي أصابتنا، لكني كنت بوعي يعني، وكنت لازال أتفقد من حولي ومن الجنود الذين أصيبوا أو لم يصيبوا. الحمد لله الإصابة أصابتنا في الرأس، اخترقت الجهة هذه وخرجت من الجهة هذه. بلغونا بالمغرب، بعد المغرب ما ندر اسمه ابن اختك هذاك اسمه بليغ، يقول فوز مصور بالراس. قلت له الله، الاول مات بالراس ومات، والثاني اللي بعده اختبط لي هناك بهذاك الصراحه قدام الباب، خلاص العقل قدرت اتحرك ولا 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 ولا. القى معي شغال سجل معانا، قلت له ما قدرش، ما قدرش يقوم من القاع، دوخت بقى الجو وخلاص صبنت فقعه فقعه يعني فقعه. طبعا اصبت بالمسافة بيني وبين خط النار او منطقة القناص لا تزيد يمكن عن حوالي كيلو ونص او 2 كيلو. اصبت بطلقة القناص، اخترقت راسي ومن ثم الى الشخص الذي كان بجاوري. اسعفنا الاثنين الى المستشفى، فالحمد لله يعني انا تشافيت تدريجيا. الشخص الذي كان جنبي والذي اصب بالطلقة، بنفس الطلقة الذي اخترقت راسي الى راسه، توفى. قصير لي هناك للنجاحين بعد أسبوع، قال له هنا ما قال له نزوره، وقال هناك تقريبا هم قال نزوره، قال ما شاء الله الحمد لله. ندع على دائما، ندع على دائما، ندع في الوادي شو ما بيش بعد دعوة أبدا. أنا أقول له اطلع الله وطلع الوالدين أهم حاجة، أمه وأبوه. جلست في غرفة العناية المركزة حوالي 6 أيام، وقريت بعض العمليات الجراحية وبعض التدخلات العلاجية. الحمد لله من أول لحظة كنت أحس إن أنا عندي تفاؤل، وعندي إحساس إن أنا بعيش، وإن أنا عايش، وإن أنا برجع للحياة، وإن أنا برجع للجبهة مرة ثانية، وإن أنا بقاوم الغزاة وبقاوم الانقلابيين وبحرر مدينتنا وبأحتفل بالنصر إن شاء الله. وهذا الذي كان. الحمد لله أنا الآن بخير، أنا الآن عدت للجبهات وعدت للتصوير من جديد وبمعنويات أكبر وبعزيمة أكبر وبقوة وبإرادة. الحمد لله الإصابة لم تكن أمامي عائقا، ولم تكن أمامي رهبة أو خوف. الحمد لله الإصابة جابت لي عزيمة، جابت لي معنويات أكبر، جابت لي روح، جعلتني أصحح الكثير من أخطائي، أبذل الكثير من أجل مدينتي. فأنا الحمد لله بحالة أعتبرها أنا بالنسبة لي صحة جيدة ومعنويات كبيرة. بالنسبة للأطباء والمشفى فهي حالة صحية حرجة تعتبر لحد الآن. قلت أنا خلاص خلاص، قلت له قد سب بالرأس من دميان، ما مش بالرأس من دميان، ومن مصابة ومات هذا أخوه، وأنا أرفع من مسؤول جمهوري، وهذا قال بالرأس، قلت بالرأس ما مش فايدة بالرأس، خلاص بعد بالرأس ما مش فايدة. إذا بعد قبل ما روحهم الجماعة من هنا، قبل دخل من هنا وخرج من هنا سلامات. المتهم كذا قلت ورجعت معنويتي شوية، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما قصروا الأخوة الأطباء الذين كنا لهم كل الشكر والتقدير في مشفى الصفوة، تقدموا لي الرعاية لا بأس بها على حسب المعنوية، على حسب الإمكانيات التي متواجدة المستشفى. استمرت بالعلاج داخل المستشفى 5 أيام،
ومن ثم انتقلت إلى المنزل، أكملت باقي علاجي رغم حالتي الحرجة في المنزل. من ثم بديت بالبحث عن معاملات علاجية أو تسفير الخارج، لأنه حالتي تتطلب لسفر الخارج، لأنه إصابتي تعتبر إصابة بليغة بحجم أنها في الرأس، وتطلب عيون ووجه وفكين وإلى ذلك. قدر ولا صف، والإنسان يمشي هكذا، يكون يمشي تمام مع الصغير مع الكبير مع كل الناس، ويخرجك الدين، ربي ايش يخرجك؟ ليش يستهدفونه؟ ها؟ ليش يقنصون الحوثيين؟ ما أدري، أنا كنت في هنا بس بحين، أنا من النازحين، وعندنا عندي سكر وضغط ومعدة وباسور والتهاب الأمعاء وعيوني يقعدن ما عاش في لبابك قليل أحس بالعصا. طبعا الطلقة اخترقت هذه المنطقة كما هو واضح، وخرجت من هذه المنطقة، والإصابات بليغة جدا يعني. أنا هاي تشوفيها؟ أيوة شوفيها خفيف. أيوة أشوف. طبعا تأثرت علي العين هذه بشكل كبير، لأن الطلقة دخلت من هذا المكان وخرجت من هذا المكان، وتسبب بأضرار كبيرة وكسور كبيرة، ومنها بأعصاب العين. النظر أحس فيه ضعيف بحجم بسيط والحمد لله. قريت بعض العمليات وقريت بعض الفحوصات بمدينة عدن، والحمد لله هناك تطمين كبير. وأحتاج حاليا إلى سفر الخارج، وأنا في صدد متابعة بعض الجهات المختصة للسفر الخارج إن شاء الله. وعندي 2 من الأطفال يعني أقوم بتربيتهم، وهم بالنسبة لي كل شيء بالحياة يعني. يعني أشوفهم أغلى ما عندي. كنت أول من خرج بكاميرته يعني لمواجهة هذه الميليشيات وكشف حقائقها. صورت عدة مجازر، منها مجازر في الضبوعة، منها مجازر في ديلوكس، منها أعمال إنسانية في كامل، معاناة المواطنين، معاناة الناس، خدمات مجتمعية، خدمات حكومية. يعني أنا متواجد بكل الجبهات، وهذه ما عاهدت نفسي عليه وسأبقى عليه حتى آخر قطرة من دمي أضحي بها لهذه المدينة. إنهم مهما استهدفوا الإعلاميين، مهما استهدفوا الكاميرا، مهما استهدفوا الحقيقة، فإن الحقيقة لا تزال موجودة. الحقيقة موجودة في كاميرتي، موجودة لدى ابني، موجودة لدى الأحفاد والأحفاد. فمدينة تعز كلها عدسة الحقيقة، فلن يستطيعوا كتم حقيقة الحقيقة، عدسة الحقيقة في مدينة تعز مهما كثرت أدوات إجرامهم. أوجه رسالة لكل الأخوة في الجبهات، إن كل قطرة دم تسيل الأرض هي دافع ومعنويات أكبر للدفاع عن هذه المدينة. فأنا الدم الذي سال إلى الأرض أعطاني معنويات ودافع أكبر وحماس أقوى في مواجهة هذه الميليشيا. نحمد الله على نجاة هذا الصحفي، والرحمة والخلود لأرواح الصحفيين الذين قتلتهم الميليشيا في سبيل جهدها لإخفاء المعلومة وتغييبها، منهم أحمد الشيباني في تعز، وعبد الله السوادي في البيضاء، ويوسف العيزري، وعبد الله قابل في ذمار. وفي صنعاء خلال هذه السنوات توفي عدد من الصحفيين في ظروف غامضة ومفاجئة، كان أبرزهم محمد العبسي. قتل كل هؤلاء الذين ذكرناهم وآخرون لا يتسع الوقت لإحصائهم، وجرح آخرون، ولكن الحقيقة لم تغب ولن تغيب. بقيت القصص والوقائع والأحداث مسجلة بالصوت والصورة وفي ذاكرة الناس وعلى صفحات التاريخ وفي ملفات المحاكم، وستبقى محفوظة إلى الأبد. فالجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين عصية على النسيان، والتاريخ لا ينسى، والأحداث تتراكم لكنها لا تمحو بعضها البعض. مشاهدينا الكرام، جريمة القنص كواحدة من جرائم ميليشيا الحوثي في مدينة تعز، وما يليها من متاعب الإهمال الناتج عن قصور أو فساد في أداء السلطات المدنية والعسكرية في جانب السلطة الشرعية، موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي الذي سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة تعز. ابقوا معنا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا بك أستاذ المشاهدين ومشاهدي قناة بلقيس الكرام. نود أن نعرف منك أولا التوصيف القانوني لما تقوم به ميليشيا الحوثي من جرائم حصار وقصف وقنص سكان مدينة تعز. دعني بداية أقول أن الميليشيا الحوثي أو جماعة الحوثي وقوات صالح منذ 3 سنوات وهي تمارس الجرائم أو أبشعها ضد سكان مدينة تعز، سواء كان بالقصف العشوائي للسكان أو القنص أو الحصار الذي تفرضه على مداخل مدينة تعز الذي يقطنها أكثر من 800,000 نسمة منذ 3 سنوات. وهذه الجماعة وحليفها سابقا قوات صالح مارست أبشع الجرائم ضد سكان مدينة تعز بغرض السيطرة عليها، وبدلا من توجيه أعمالها العدائية والهجمات ضد خصومها العسكريين أو ضد المقاتلين في من يقاتلونها في الجبهات، فهي تستخدم هذا السلاح للتنكيل بالمدنيين وبالإضرار بالبنى التحتية والأعيان المدنية. جماعة الحوثي بهذه الجرائم وتحديدا القصف العشوائي والحصار المفروض على مدينة تعز تكون مرتكبة لجريمتين في آن واحد، جريمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب في فعل القصف العشوائي بحد ذاته، إضافة إلى الحصار على سكان مدينة تعز وتجويعهم، إضافة إلى جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالفعل الممنهج والاستمرار لعمليات القصف العشوائي، إضافة إلى إصرارها على تجويع سكان مدينة تعز، قصدها ونيتها في تجويع هؤلاء السكان، نعم، في حرمانهم من مما يحتاجونه من الغذاء والماء والدواء خلال 2 سنين من الحصار و3 سنوات من القصف العشوائي. نعم سيد ياسر، ما هي القوانين التي يمكن اللجوء إليها في مقاضاة قادة الميليشيا؟ لدى أقصد القوانين اليمنية والدستور اليمني صريح في مقاضاة كل من ينتهكون أو يرتكبون جرائم القتل، سواء كان ذلك القتل بالعمد أو الخطأ أو شبه العمد. فالدستور اليمني فيه ما يغني إضافة إلى القوانين اليمنية الإجرائية، سواء كانت قوانين الإجراءات الجزائية إضافة إلى قوانين مكافحة الإرهاب. أضف إلى أن السلطة اليمنية أو الضحايا اليمنيون أمامهم فرصة في المتمثلة في مقاضاة هؤلاء الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى ولو لم تكن هذه الجمهورية اليمنية مصادقة على هذه المحكمة، يتمثل هذا الإجراء في أن تصادق أو تستدعي الجمهورية اليمنية والسلطة اليمنية سلطة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في قضايا تحددها الحكومة اليمنية باستطاعة المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة أن تحقق في هذه الوقائع، لكن على السلطة اليمنية أن تحدد هذه الوقائع تحديدا دقيقا طالما وهي لم تصادق حتى اللحظة على قرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. لماذا برأيك لم تتخذ الحكومة والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ويعني رئيسين تعاقبا للحكومة حتى الآن مثل هذه الخطوة؟ لماذا يعني يتم تأجيل مسألة توثيق الحقوق واللجوء إلى القضاء سواء المحلي أو الدولي كما ذكرت؟ الحكومة اليمنية وأدائها المرتبك خلال 3 سنوات أعتقد هو جزء من مشكلة اليمنيين ومشكلة الضحايا، في أن لا تقوم هذه الحكومة بمقاضاة هؤلاء الجناة
يعود ذلك إلى ضعف في الأداء، إضافة إلى قلة الخبراء القانونيين والمستشارين الذين يمكن أن يشيروا إلى الحكومة اليمنية بمثل هذه الإجراءات، إضافة إلى أن أعتقد أن هناك تحرب في مسألة الجرائم التي ارتكبها طيران التحالف العربي الحليف القوي للحكومة اليمنية، لذلك هي تتحرك من استدعاء محكمة الجناية الدولية في التحقيق في وقائع محددة، طالما هناك جرائم أخرى تغفل عنها الحكومة اليمنية ولم تبدي صوتها أو معارضتها لمثل هذه الجرائم. لكن كما ذكرت أنا من حق الحكومة أن تقدم قضايا معينة تحددها هي إلى محكمة الجنايات الدولية والطلب منها التحقيق فيها، وبالتالي بإمكانها أن تركز على جرائم يعني قوات المخلوع صالح والميليشيا الحوثية. بالتأكيد، لكن قلت لك أن ذلك يمثل حرجا أمام المنظمات، يمثل حرجا أمام الدول الراعية لحقوق الإنسان في العالم في أن تستدعي الحكومة اليمنية محكمة الجنايات الدولية في التحقيق بقضايا محددة وتغفل قضايا أخرى، والحقوق لا تجزأ، كما أن الجرائم واحدة والضحايا هم من اليمنيون. فباستطاعة الحكومة اليمنية هنا أن تفتح سلطة النائب العام أو تدفع بسلطة النائب العام في التحقيق في قضايا كثر، محاكم كمدينة تعز لا زالت حتى اللحظة مغلقة أمام الضحايا، النيابة العامة لا زالت مغلقة، كان هناك حركة قضائية في مدينة تعز لم تفعل ولم يعطى دورها في التحقيق حتى اللحظة، هناك أداء مختلف. لماذا برأيك يعني هذا الإصرار على تغييب القضاء بينما نسمع بين حين وآخر عن صرف مرتبات القضاة وهم في منازلهم؟ يعني كيف يمكن الربط بين هذين الأمرين المتناقضين؟ قلت لك أن أداء الحكومة الشرعية بمجمله مرتبك وغائب، سواء كان متعلق بالسلطة القضائية أو السلطة التشريعية أو غيرها من المجالات القدمية وغيرها. القضاء هو جزء من المنظومة اليمنية التي تعيش حالة وهم في ظل 3 سنوات من النزاع المسلح. نعم. أكيد أن ذلك أثر عليها وأربكها، لكن ما دام وهناك حركة قضائية في كثير من المحافظات اليمنية وأعلن عنها خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هذه الحركة لم تلقى استجابة للعمل على الأرض، لم تعطى ما تحتاجه هؤلاء القضاة وهؤلاء أعضاء النيابة العامة من توفير ما يحتاجونه من مباني، من حماية حتى يبدأوا العمل ويدفع لكثير من الضحايا. إذن المسألة يبدو أنها بحاجة إلى قرار حاسم ويعني سياسي، يعني قرار على مستوى سياسي عالي لعودة القضاء إلى ممارسة عمله. بالتأكيد هو يحتاج إلى قرار سياسي جاد وشجاع تتخذه الحكومة اليمنية بالدفع بالسلطة القضائية إلى العمل في الميدان، بالدفع بالنائب العام باستلام الشكاوى بالتحقيق فيما لو استلم النائب العام الملفات التي حققت فيها اللجنة الوطنية للتحقيق، فإن ذلك ستكون خطوة جبارة يتخذها النائب العام في التحقيق مع المنتهكين في استدعائهم في حفظ هذه القضايا حتى لا تظل في سلة المهملات. أما أن يظل تظل مدينة تعز مثلا 3 سنوات من الإهمال، 3 سنوات من عدم حفظ حقوق الضحايا أمام القضاء أمام النيابة العامة، فإن ذلك يعد وصمة عار في جبين السلطة اليمنية التي تدعي حمايتها لهؤلاء. كيف يمكننا سيد ياسر أن نحفظ الحقوق بأي الطرق الممكنة إلى أن يتم تفعيل القضاء وهو سيفعل في النهاية لا محالة؟ يعني هناك عدد من الوسائل بينها اللجنة الوطنية للتحقيق المشكلة بقرار حكومي والمدعومة من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، هذه اللجنة باستطاعتها أن تحقق فيما لو أعطيت إمكانات وفرص أكبر ومجال انتشار أكثر، فإنها باستطاعتها التحقيق في كثير من القضايا. هنا باستطاعة هذه اللجنة حفظ حقوق الضحايا إضافة إلى ما تمارسه المنظمات الحقوقية سواء المحلية منها أو الدولية،
هذه المنظمات تحرز حقوق الضحايا، كثير من الضحايا بتوثيق هذه الانتهاكات برفضها على المدى اليومي أو الشهري أو الأسبوعي، إضافة إلى أن التقارير التي تصدر من هذه المنظمات تعد كدليل أو يمكن الاستدلال أن يبنى عليه يعني، ويبنى عليه في حفظ حقوق الضحايا. صحيح. وإذا ما فتحت النيابة العامة أو القضاء في تقديم شكاوى من هؤلاء الضحايا المدنيين. نعم، إذا ما انتقلنا وعدنا إلى المحور الثاني من نقاشنا وهو حق الجرحى في العلاج، هؤلاء الضحايا الذين يتعرضون للقنص ويتعرضون ل يعني القصف العشوائي وتعرضون للتفجير بالألغام التي تزرعها الميليشيا في الطرقات، يعني أعداد تسقط يوميا من الجرحى والضحايا لهذه الأعمال الإجرامية. من يتحمل مسؤولية أولا علاج هؤلاء ويعني التكفل بحقهم في الحصول على العلاج أولا؟ حق الجرحى في العلاج هو حق أصيل كفلته الدستور اليمني وكفلته المواثيق الدولية، فحق التداوي أو الاستشفاء أو الاستطباب هو حق مكفول في الدستور اليمني، نصت عليه كثير من المواد في الدستور اليمني إضافة إلى قوانين الصحة العامة، أضف إلى أن القوانين الدولية أثناء النزاع المسلح كثير من الاتفاقيات كفلت الحق في تطبيب هؤلاء الجرحى سواء منهم المقاتلين أو المدنيين. هناك اتفاقيتين، هي اتفاقية جنيف الأولى واتفاقية جنيف الثانية، هذين الاتفاقيتين معنيتان بحماية حقوق الجرحى أو الغرقى في الميدان في البر أو البحر أثناء النزاعات المسلحة، وهي متعلقة بالمقاتلين، إضافة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة وهي الاتفاقية الخاصة المعنية بحماية المدنيين كفلت الحق في إعطاء الجرحى أولوية في الاستشفاء أو في الاستطباب، إضافة إلى أن الحكومة اليمنية أو دول التحالف العربي ملزمة أخلاقيا، الحكومة اليمنية ملزمة سوريا بعلاج هؤلاء الجرحى، ونحن نأسف أن ثلاث سنوات من عمر الصراع المسلح لم تعمل الحكومة اليمنية على إنشاء آلية واضحة في علاج هؤلاء الجرحى سواء منهم المقاتلين أو المدنيين، بعكس ما فعلته جماعة الحوثي وقوات صالح. لم نسمع أي شكاوى خلال ثلاث سنوات من جرحى ميليشيا أو جماعة الحوثي وقوات صالح. أولئك لا يسمح لهم سيد ياسر، أولئك لا يسمح لمعارضة أو مخالفة لأي أداء لأداء الميليشيا، بل أن هنالك أنباء أيضا تتحدث عن بشاعات يتعرض لها جرحاهم، وبالتالي الاستدلال بهم أمر فيه نظر. ما هو التقييم الممكن الآن لعمل لجنة قضايا الجرحى في تعز؟ في تعز أعتقد أن هناك لجان جرحى مشكلة من ثلاث سنوات، هذه اللجان حتى وإن عملت في الميدان باستقبال هؤلاء الجرحى بمعاينتهم بتقرير حالات من يمكن تسفيرهم ومن يمكن علاجهم في الداخل، إلا أنها تلاقي صعوبات كثيرة، منها التطنيش الذي تقابل به من قبل الحكومة اليمنية، التطنيش الذي تقابل به من قبل وزارة الصحة تحديدا في التمييز بين جرحى محافظة وأخرى. نعم. في عدم في الانتهاكات أو في حالة ما أن عدد من الجرحى حاولوا السفر إلى أو حالفهم الحظ في السفر إلى دولة معينة، فإنهم يلاقون عديد من الانتهاكات، عديد من العراقيل التي تم تسفيرهم سواء في مداخل عدن أو في مطارات أو في مطار عدن، إضافة إلى أن ما يلاقونه في مستشفيات عدد من الدول يتمثل بمعاملة مهينة بسبب أنه أو حتى عدم وجود التخصصات، يعني كثير من الجرحى عادوا بجراحهم ولم ينلهم من السفر سوى التعب وكما ذكرت الإهانة و يعني بعد المشقة والبعد عن عناية الأهل والأقرباء، وبالتالي العديد منهم عادوا بجراحهم كما غادروا. ماذا عن دور المنظمات المانحة؟ كيف يمكن تقييم دورها في هذا المجال؟ نعم، تعقيبا على
سؤالك الأول، السبب في أن الحكومة اليمنية لم تدرس مسألة تفسير الجرحى بشكل علمي بشكل مهني دقيق، يكفل لهؤلاء الجرحى الاستشفاء والاستقبال طالما وهم قد غادروا من اليمن، فإن من حقهم أن يحصلوا على خدمة صحية أو خدمة تطبيب ملائمة لجروحهم في مستشفيات متخصصة بهؤلاء الجروح، لكن هذه العشوائية من قبل الحكومة اليمنية وعدم الدراسة المستفيضة والدقيقة لمسألة تسهيل الجرحى هي ما أوجدت كل هذا النغط وكل هذه العشوائية. مسألة المنظمات الدولية وما يمكن أن تقدمه لهؤلاء الجرحى، فكثير من المنظمات فعلت مخيمات مجانية لعدد من الجرحى لعدد من ضحايا الحرب خصوصا منهم الأطفال، مشكورة الأطباء بلا حدود إضافة إلى الهلال الأحمر القطري مركز الملك سلمان وعدد من المراكز الدولية، لكن هذه المراكز وهذه المنظمات دورها في تطبيب هؤلاء الجرحى غير كافي، فما تقدمه من خدمات لا يتناسب مع جروح هؤلاء الضحايا إضافة إلى العدد المتزايد مع استمرار الصراع المسلح وخصوصا في مدينة تعز، ونحن نشهد كل يوم جرحى كل يوم ضحايا بسبب القصف أو القنص أو الألغام أو غيرها من مخلفات الحرب التي أنتجتها هذه الحرب الملعونة في مدينة تعز. فأقول أن بقدر ما هي مشكورة هذه المنظمات وهذه المراكز إلا أن دورها غير كافي وليس كما يعمله المواطنون أو الجرحى. إذن هذا يدفعنا للتساؤل عن مستوى الرقابة، هل هناك أي مستوى من الرقابة على هذا الملف المليء بالشكاوي وبالانتهاكات ويعني بالقصص العجيبة؟ واضح أن هذا الملف لم يلقى اهتمام الحكومة اليمنية خلال 3 سنوات، فالرقابة أعتقد لهذه اللجان أو لعمل وزارة الصحة والحكومة اليمنية ضعيف وركيك ومرتبك خصوصا مع من المنوط به؟ من المنوط به دستوريا القيام بعملية الرقابة على الأداء الحكومي للسلطة الشرعية؟ من يمكن أن يقوم بهذا الدور؟ يعني نرى أن كل الأمور يعني السلطة بشكل مطلق بيد الحكومة الشرعية، لكن الدور الرقابي غائب تماما، من الذي يمكن أن يبادر في هذا الجانب؟ هناك عدد من الوسائل التي يمكن أن تراقب عمل هذه الحكومة أو أجهزة مكافحة الفساد المغيب دورها حتى هذه اللحظة في الحكومة اليمنية، إضافة إلى أن الدور المجتمعي الخاص بمنظمات المجتمع المدني أقول دوره ضعيف مع حكومة غير مبالية غير موجودة على الأرض. غير يعني هذه المنظمات تخشى أن تستبعد من يعني من منح معينة تقوم بالعمل عليها، بعضها يعمل في مجال الإغاثة وما شابه، وبالتالي شطب اسم المنظمة التي تشتكي وارد. بالتأكيد، إضافة إلى أن للإعلام دور يمكن أن يفعله بمراقبة عمل الحكومة الشرعية فيما يتمثل بالمتمثل بالقصور والارتداد الذي يلاقيه ملف الجرحى والإهمال والتطنيش الذي يلاقيه هؤلاء الجرحى، وبسببه مات كثير من هؤلاء الجرحى، خسئت جراحهم كثير من هؤلاء الجرحى بسبب ما يلاقوه من تعسفات سواء أثناء السفر سواء في المستشفيات التي يسفرون إليها في الخارج، والسبب بأنه لا يوجد تنسيق لا يوجد ارتباط بين الحكومة اليمنية وسفاراتها في الخارج يمكن أن تراقب وتفحل وتعمل على متابعة وضع هؤلاء الجرحى أولا بأول، إضافة إلى أن المستشفيات اليمنية وما تعانيه من قصور من ضعف وغياب الكادر وضعف الأجهزة، كل ذلك لم تعوضه الحكومة اليمنية بما تحتاجه حتى تكفل لهؤلاء الجرحى ما يحتاجونه من تطبيب واستشفاء وعلاج. نعم، إذن لا مساءلة لا رقابة ولا استجابة أيضا لما تطلقه وسائل الإعلام وبعض المنظمات من شكاوى، أين الحل في تصورك كقانوني؟ هل يجب أن ينتقل الأمر إلى مستوى قضائي أن
يفتح النائب العام إذا كان لا يزال يعمل ملف تحقيق في هذه الوقائع والادعاءات بمجرد نشرها في وسائل الإعلام، أم أن على الجريح أو وكيله تقديم شكوى خاصة أمام النيابة؟ قضايا الاستشفاء أو علاج هؤلاء الجرحى من القضايا التي لا يمكن حلها بمسألة تقديم شكوى إلى القضاء أو إلى النائب العام، فهي قضايا ملحة وعاجلة ينبغي علاجها أو حلها بشكل سريع وعاجل، بحيث أن إذا لم يعطى الجريح علاجه في هذه اللحظة فإن غدا لم يعد هذا العلاج مجديا له وسيصبح الجريح شهيد فبالتالي مسألة اللجوء للقضاء من قبل الجرحى هي مسألة بعيدة نسبيا ومستبعدة مع قضاء لم يبدأ بعد، فالحل الوحيد هو أن تعمل الحكومة اليمنية بشكل جاد في علاج في تقييم مسألة الجرحى، في تسهيل هؤلاء الضحايا، في عمل حل جذري يكفل لهؤلاء الجرحى سواء الذين قدموا أرواحهم، قدموا ما يمتلكونه دفاعا عن هذه الحكومة إضافة إلى دفاعهم عن ما يسمونه الوطن. أضف إلى أن بلا شك أن الدفاع عن الوطن أمر منوط بالجميع، لكن أيضا هؤلاء الضحايا قد يكونوا أطفال ونساء مدنيون تعرضوا للقصف وهم ضحايا ويجب أن يحصلوا على حقهم كما ذكرت أنت في الحصول على العلاج، وهو أمر محسوم في التشريعات المحلية والدولية. هل من رسالة أخيرة يمكن أن توجه في هذا السياق سيد ياسر؟ الرسالة أولا للحكومة اليمنية في أن تعمل بشكل جاد في حماية هؤلاء الجرحى وقبل ذلك في حماية المدنيين حتى تمنع هذا الجرح النازف والمستمر والمتزايد في السكان والمدنيين والمقاتلين. هذه الحماية متمثلة في منع هؤلاء أو جماعة الحوثي في الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات وارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين والمقاتلين. أضف إلى أن الحكومة اليمنية عليها مسؤولية أخلاقية ودستورية في تطبيب هؤلاء الجرحى في الحماية بهم في عمل حل جذري وشامل استوعب كل هؤلاء الجرحى منذ 3 سنوات. رسالتي أيضا إلى الجرحى بقدر ما قدمتموه من في سبيل قضيتكم والمدنيين، بقدر ما تحملوا كل هذه المصاعب والمشاق فإن القضاء سينتصر لهم أخيرا في حال ما توفرت الإرادة القضائية والقضاء ووجد التوثيق أيضا، وفي حال ما وجد التوثيق للقضايا فعلا سواء من المنظمات أو غيره فهؤلاء الضحايا يشكرون على كل ما قدمونه وما تصبرون عليه من هذا الألم وهذا النزيف الذي يعانون منه. أضيف إلى رسالة الأخيرة إلى جماعة الحوثي في أن تعمل قليلا من أخلاق الحرب، تعمل قليلا من أخلاق اليمنيين وتكف عن هذا الجرح الذي تمارسه ضد المدنيين سواء في مدينة تعز وغيرها من المحافظات، وتخشى من أنه لا يمكن أن يفرط هؤلاء بدينائهم، لا يمكن أن ينسى هؤلاء اليمنيون ما فعلت بهم هذه الجماعة وقبلها قوات صالح. إذن المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم كالعادة مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المصور الجريح فواز الوافي، تم الرصد، في أمان الله.
الله.